عادي جدا بقى. دلوقتي حد شعره هيقص شعره او عايز يتبرع بشعره، يا ريت ده يساعدنا كتير. هيتبرع لمين؟ يعني انا اروح للمستشفى 57؟ هي مستشفى 57 او اي مستشفى اللي بيتبرع بالشعر ليها ما بيقبلوش شعر مقصوص او ضفيره. امال بنتبرع لمين؟ يعني ممكن تروح تعملها باروكه وتصنعها وتجيبها لي. فهو ممكن انا عندي متاح ان انا بدفع التكاليف بتاعه المصنعيه دي والغزل وتصنيع الباروكه، وممكن اروح المستشفى لو في حد محتاج اتصل بيا في اي مستشفى، حد طفل محتاج انا بروح اركبها له هناك. وهم برضو لو عندهم شعر انا ممكن اخده اصنعه، وممكن يبقى في مكان في المستشفى، في كل مستشفى بتمنى ان هم يعملوا مكان خاص بينا احنا كمصفف شعر، واتمنى ان زملائي في المهنه يساعدوني في ده، ان احنا يعني نتجمع في يوم ونروح المستشفيات دي او نعمل مكان زي مؤسسه او جهه او حد بالظبط، او جمعيه خيريه او اي حد يعمل لنا مكان ويتبنى الفكره دي، ويبقى في زي ما بقول حاجه زي بنك الشعر كده اللي هو الناس تتبرع فيه بالشعر وخلاص، معروف مكاننا هو ده. او الحل البديل ان يبقى في مكان لينا في كل مستشفى والمستشفيات تتصل بينا، مش هنتاخر عنهم، حتى لو جالهم شعر يتصلوا بينا ويتواصلوا معايا من خلال التليفون او الويب سايت.